بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم كان الحديث عن الاعتراض الاستدلال الذي قدمه المرحوم ابن قبه لاثبات استحاله التعبد بالظن وان ذكره في مبحث خبر الواحد وامكان تشريع خبر الواحد وعدم امكانه فقال لا يمكن ذلك واستدل بهذين الدليلين الذي يبدو ان هذان الدليلان او بعضهما على الاقل بشكل عام يعني يمكن توسعه كلا الدليلين لاثبات استحاله التعبد بالظن بما هو ظن وليس خصوصي لخبر الواحد هذان الدليلان يمكن ان يصورا بشكل بحيث يثبتان او يراد لهما ان يثبتا استحاله تشريع جواز العمل بالظن لاثبات الحكم الشرعي فأثبت الاستحالة من خلال هذين الدليلين أنه لا يعقل ذلك أنت للرسول في تعاملك مع شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو أي نبي كان تقول لا بد أن يثبت نبوته بشكل قطعي يقيني لكي أقبل منه أخبار السماء طيب الذي ينقل عن الرسول تقول أكتفي فيه بالظن إن كان يكتفى بالظن إن كان طريق الظن معتبرا فلما لم تقبلوا الظن في نفس أخبار الرسول اشترطتم بها العلم بالنتيجة أنت تشترط العلم بأخبار الرسول ثم بعد ذلك بالوسائط لا يكون هناك علم يكون هناك ظن فأي فائدة لهذا العلم والحال أن هناك إجماع أن هناك إجماعا على عدم جواز قبولي المخبر عن السماء الا اذا اثبت ذلك بطريق يقيني هذا الدليل الاول الدليل الثاني انه اذا قبلنا الظن الظن يحتمل العدم يحتمل الخلاف يحتمل الخطا وبالتالي الذي ينقل الينا وهو يثبت الحليه قد يكون في الواقع هناك حرمه والذي يثبت الحرمه قد يكون هناك في الواقع حليه وبالتالي هذه الظنون ستقلب الأحكام الشرعية ولا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يرضى بذلك ولا يمكن أن يشرع وهو الحكيم المطلق لا يمكن أن يشرع هكذا وسائط ظنية يمكن أن تقلب شريعته أجيب عن هذا الدعوى دعوى الاستحاله بانه ممكن لا نجد سببا للاستحاله، طبعا احبتي عندما يقال محال لا يقصد انه يستحيل ان يوجد هكذا شيء في الواقع مثل اجتماع النقيضين ليس من هذا النوع، هو ممكن في نفسه غير ممتنع في نفسه، هل يستطيع المولى سبحانه وتعالى ان يشرع هكذا تشريعات؟ طبعا يمكن ما يلزم شيء ما يلزم استحالة عقلية في نفسها التشريع في نفسه ليس محالا تشريع بما هو تشريع ولكن لأنه يلزم منه لوازم باطلة قيل أنه محال محال من جهة أن المولى الحكيم وهو قادر عليه ولكنه لا يفعله لأنه مخالف للحكمة من هذا الباب لانه يلزم من هذا التشريع لوازم باطله نقطع هكذا يقول ابن قبل نقطع بعدم رضا الله سبحانه وتعالى بها هذا المقصود من الاستحاله وليس ان المولى سبحانه وتعالى غير قادر على فعلها لا يشرع شرعت لكم الظن ليس في, في مشكله في نفسها وانما يلزم منها لوازم باطله يلزم منها نتائج باطله نقطع بعدم رضا الله بها فقال يستحيل يستحيل لان المولى الحكيم لا يفعل ذلك لأنه هذا خلاف الحكمه اجابوه بانه لا مانع من ذلك لا نجد مانعا من ذلك اي مانع اي مشكله في ذلك المرحوم المصنف يقول مجرد قول انه لا يوجد مانع من ذلك هذا يحتاج الى تحليل الذي يقول أن هذا الشيء ممتنع في نفسه طبعا اقول انا هو يقول ممتنع انا اقول غير ممتنع ونبحث المسألة ولكن إذا كان يدعي ان هناك في الواقع آثار وأضرار لا يمكن للمولى قبولها انا اقول لا لا يوجد في الواقع آثار وأضرار تدعو المولى لعدم التشريع. المصنف يقول من اين عرفتم انه لا يوجد هكذا اثار؟ هل تتبعتم الواقع بما هو واقع؟ هل نظرتم الى الماضي والى المستقبل في اللوح المحفوظ وتتبعتم المصالح والمفاسد والملاكات ووصلتم الى انه لا يوجد مفسده؟ الجواب كلا، فمن اين عرفتم انه لا يوجد اثار؟ وأضرار تمنع المولى الحكيم أو تدعو المولى الحكيم المهم المعنى المعنى واضح تدعو المولى الحكيم إلى عدم التشريع من أين عرفتم ذلك؟ لا يمكن لشخص مثلي ومن أمثالي من البشر المحدودين أن يدعي أنه قد اطلع على الملاكات الواقعية جميعا من بداية خلق البشرية وإلى نهاية البشرية ووجد أنه لا يوجد آثار ولا يوجد أضرار ولا يوجد لوازم باطلة لا يمكن أن يدعي شخص هذه الدعوة إذن من من أين عرفتم أن لكم أنه لا يوجد أمر باطل طيب شيخنا ماذا نقول كيف نعبر يقول نحن نحتاج إلى إثبات الإمكان لكي نستدل على الوقوع إذا كان الأمر ممتنعا بسبب أنه خلاف الحكمة ولا يفعله المولى فلا معنى للبحث في أدلة الإثبات نأتي نبحث أنه هل جاء زيد أو لم يأتي زيد إذا كان زيد لم يخلق بعد يخلق بعد مئة سنة هل هناك معنى للبحث أنه زيد جاء أو ما جاء وأنا أجيب أدلة على أنه جاء والطرف الآخر يأتي بأدلة على أنه لم يجئ لا معنى لذلك لأنه يستحيل أن يأتي الآن لأنه لم يخلق بعد أو إذا كان ميتا قبل ألفين سنة نأتي نبحث أنه هل جاء اليوم أو لم يأتي اليوم وأنا أأتي بأدلة على أنه قد جاء والطرف المقابل يأتي بأدلة على أنه لم يجي لا معنى لذلك لأنه لا يأتي فعلا وبالتالي إنما نبحث في انه هذا الامر حاصل او ليس بحاصل، هل هناك ادله عليه او ليس هناك ادله عليه؟ بعد الفراغ عن الامكان نثبت الامكان اولا ثم نبحث في ان هذا الامر الممكن هل وقع فعلا في الخارج او لم يقع في الخارج. والا اذا كان غير ممكن فلا معنى للبحث عن وقوعه في الخارج. طيب شيخنا كيف تقول ان هذا الامر ممكن وانت تقول انه الامكان يحتاج الى مراجعه الملاكات الواقعيه وهي خارجه عن مدركات البشر العاديين الجواب ان طريقه العقلاء بما هم عقلاء انهم اذا بحثوا عن مانع لشيء ولم يجدوا مانعا منه حكموا بامكانه جعلوا الامكان هو القاعدة لهم. جعلوا الامكان قاعدة بنوا على الامكان حيث لم يجدوا مانعا فلا ندعي اننا قد اطلعنا على الملاكات الواقعية ونثبت الامكان عن هذا الطريق. لا، وانما ندعي اننا تتبعنا ما يمكننا ان نتتبعه ولم نجد مانعا وما ذكر في الدليلين ليس بمانعين فنبني على الامكان ومن هنا يصح ان نبحث عن ادله الوقوع قال رحمه الله وفي هذا التقرير نظر حيث قالوا باننا نقطع بانه لا يلزم من التعبد نقطة وفي هذا التقرير نظر إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة ومن ثم يعلم هذا المتتبع يعلم بانتفائها وهو غير حاصل فيما نحن فيه يقول والله لا يوجد مانع والله لا يلزم لازم باطل من أين لك هذا من اين تعرف انه لا يوجد لازم باطل غير ممكن غير متيسر للانسان العادي ان يقول انه قطعا لا يوجد لازم باطل هنا كيف, كيف تدعي هكذا دعوه نقطع بانه لا يلزم لا يوجد اثار واضرار بحيث المولى الحكيم يلحظها ولا يشرع على اساسها لانها موجوده لا يشرع هذاكم أقول لا يوجد هكذا آثار من أين أعرف أنه لا يوجد آثار فالأولى أن يقرر هكذا إنا لا نجد إذا لا نقول أننا نعلم بعدم الوجود هناك فرق التقرير السابق للدليل إثبات الجواز إثبات الإمكان قال نعلم بانه لا يوجد مانع المصنف يقول لا نحن لا نتحدث عن الواقعيات نعلم يقينا انه لا يوجد مانع لا ليس كذلك وانما بحثنا فلم نجد مانعا لاحظوا لم نعثر على مانع عقولنا تدبرت تتبعت فلم تعثر على مانع لا أنه ننفي المانع عن الواقع تماما فالأولى أن يقرر هكذا إن لا نجد في عقولنا بعد التأمل والتدبر والتفكر وحساب الأمور لا نجد ما يوجب الاستحالة وكلا دليلي المرحوم ابن قبة مناقشان لا يثبتان الاستحاله. وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالامكان، اي طريق؟ طريق انهم اذا بحثوا فلم يجدوا بحثوا فلم يجدوا فيبنون على الامكان. تكون قاعدتهم هي الامكان. طيب شيخنا المكرم هناك دليلان على الاستحاله هناك لازمان باطلان ذكرهما المرحوم من قبل وهذان يثبتان اللوازم الباطله التي تكون مثارا للقول باستحاله التشريع من قبل المولى الحكيم هناك لازم باطل المولى الحكيم لا يشرع لوجود هذا اللازم الباطل فكيف تقول انه بحثنا فلم نجد ما يدعو الى المنع يقول كلا الامرين اللذين ذكرهما او اللذان ذكرهما كلاهما غير تام ولا يدل على الاستحاله وليس لازما باطلا والجواب عن دليله الاول ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع هل وقع في الخارج أن جاء مدعي يدعي أنه مرتبط بالسماء ويخبر عن السماء وتكون دعواه ظنية وقبل الناس منه الجواب كله هذا لم يقع في الخارج لم يقع والإجماع قام على أنه لم يقع ولكن هل يمكن ذلك في نفسه ان نقبل من الشخص؟ نعم يمكن 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 ان تكون هناك ظروف معينه بحيث نقبل من هذا المدعي بظروف معينه ما المانع من ذلك؟ في نفسه ممكن وقوع ما وقع ولكن عدم الوقوع ما ينفعنا في المقام نحن نريد ان نثبت الاستحاله نحن نريد ان نثبت انه لا يقع حتى في المستقبل ان هذا لا يمكن ان يقع وعلى اساسه نقول لا يمكن ان يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالظن حتى بالوسائط التي هي تاتي بعد النبي لانه لم ولن يقع المصنف يقول لم يقع صحيح لن يقع لماذا؟ ليس عندنا اجماع على ذلك لم تثبت الاستحاله في نفسها لا يوجد لازم باطل يدعو العقل الى الحكم بان هذا الامر لا يشرعه المولى الحكيم سبحانه وتعالى والجواب عن دليله الاول ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على عدم الامتناع لا على الامتناع ما قام الاجماع ان هذا ممتنع في نفسه قام الاجماع على انه هذا لم يقع قل له لم يقع لم يقع في الخارج الان هذه المنضده هذه المنضده بعينها وليس جنس المنضده هذه المنضده بعينها هل وضعت عليها خاتمي هل خلعت خاتمي ووضعته عليها الجواب كلا لم افعل هذا الامر لم يقع سابقا نقول لم يقع في السابق ان فلانا خلع خاتمه ووضعه على المنضدة هذا لم يقع ولكنه لا يقع في المستقبل لماذا لا يقع في المستقبل؟ يمكن ان يقع في المستقبل كون لم يقع في الماضي لا يعني انه لن يقع في المستقبل كون لم يحدث لا يعني انه لن يحدث طبعا لا يجب ان يحدث يمكن ان يحدث ويمكن ان لا يحدث عدم حدوثه لا يعني استحالته لم يحدث ولكن هل هو محال كون لم يحدث شيء وكون محال شيء اخر وكلامنا في الاستحاله بما هي استحاله وليس في الوقوع وعدم الوقوع شخص اساله هل يمكن لهذه الدار ان تستوعب 400 نفر يقول لم يقع إذا محال كون لم يقع في السابق لا يعني انه محال والجواب عن دليله الاول ان الاجماع انما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع والذي ينفعنا والذي نحتاجه والذي يبنى عليه الدليل هو الامتناع يجب ان يمتنع ان الله سبحانه وتعالى يتعبدنا من خلال رسله بالظن مع الرسل فنقول اذا يمتنع ان يتعبدنا بالوسائط التي تخبر عن الرسول لابد ان تثبت, تثبت الامتناع لا تثبت عدم الوقوع سابقا هذا اولا ثانيا مع ان عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى بعد تسليمه انما هو فيما اذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخلقها. ثانيا الاعتراض الثاني انه بناء على أن هذا ممتنع لو فرضنا تنزلنا وقلنا أنه يمتنع على المولى أن يتعبدنا بالظن من خلال اخبار المخبر المرسل من قبله الذي يخبر عن السماء لو بنانا على ان هذا محال عندنا امران عندنا اخبار الرسول عن الله وعندنا اخبار الرواه عن الرسول نحن نريد ان نثبت من خلال استحاله التعبد بالظن في الرسول عن الله من خلال هذه الاستحالة نثبت استحالة أن يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالوسائط ننتقل من استحالة التعبد بالظن في الرسول عن السماء إلى استحالة التعبد بالظن بالوسائط عن الرسول ننتقل من هذه الحالة نقول هذه الحالة مستحيلة إذن هذه الحالة مستحيلة أليف مستحيل فباء مستحيل أيضا. لو كان أليف مستحيلا لكان باء مستحيلا، ولكن أليف مستحيل، إذا باء مستحيل أيضا، هكذا. هذه الاستحالة التي تنزلنا وقبلناها في أليف وهي انه يستحيل ان يتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالظن في قبول المخبر عنه في الرسل والكذا قبلنا هذه الاستحاله هذا الانتقال من هذه الاستحاله الى الاستحاله الثانيه هذا التلازم بين استحاله اليف واستحاله باء ظني او قطعي الجواب انه ظني. احيانا نقول اذا استحال اليف استحال باء قطعا يقينا اذا استحال وجود الاب استحال وجود ابنه قطعا يقينا وجود الابن متوقف على وجود الاب فاذا امتنع وجود الاب قطعا امتنع وجود الابن اذا استحال وجود الكل استحال وجود جزئه قطعا نقول الكل محال فالجزء محال ايضا لو كان الكل محالا لكان الجزء محالا قطعا ولكن الكل محال فالجزء فالجزء محال اي بلا شك ولا ريب قطعا يقينا هذا اذا كانت الملازمه بين استحاله الاول واستحاله الثاني كانت ملازمه قطعيه بخلاف ما نحن فيه هنا ما نحن فيه ليس كذلك الملازمه هنا بين استحاله الاول واستحاله الثاني ملازمه ظنيه وليست ملازمه قطعيه. ما هي الملازمه؟ وجود التناسب انه ما يعقل من البعيد من غير المناسب من غير المتصور في الحاله العاديه ان المولى سبحانه وتعالى في المخبر المباشر عن السماء يريد اليقين. في الواسطة إلى المخبر يقبل بالظن، نقول هذا ما متصور هذا غير مناسب، إذا امتنع الأمر هنا فلا بد هنا أيضا يوجد امتناع. ولكن هذه الملازمة في الامتناع ليست ملازمة يقينية قطعية قد يكون لمصلحة معينة في الملازمة الأولى يريد اليقين في الملازمة الثانية يقبل بالظن. لملاكات ومصالح يعرفها يمكن الجواب نعم يمكن قطعا يمكن الله سبحانه وتعالى مطلع على الغيب مطلع على الواقع مطلع على مصالح العباد مطلع على ما ينفعهم ويضرهم ويبتليهم بأنواع الابتلاء ليميز لي الخبيث من الطيب فوجد من المصلحة أنه في القبول من المخبر عن السماء مخبر عن الله يريد اليقين في السند والطريق اليه يكتفي بالظن يمكن نعم يمكن فاذا هذا الانتقال من استحاله الاول الى استحاله الثاني لو تنزلنا وقبلنا استحاله الاول هذا قياسي من باب التشابه من باب ان المولى اذا قبل هنا يقبل هنا واذا لم يقبل هنا لم يقبل هنا لاننا نجد اتحاد العله المستنبطه وهذا قياس هذا قياس فنحن من خلال التشبيه نقول هناك شبه وهو اخبار هنا واخبار هنا يقين هنا فاذا لابد هنا ايضا يكون هناك يقين هنا نريد اليقين قطعا هنا نريد اليقين ولو قبلنا الظن هنا لقبلناه هنا ولكن هنا لم نقبله في الاول فلا بد اننا لا نقبله في الثاني القياس طيب لو افترضنا ان هذا القياس فيه مستوى من الكاشفيه فاذا تنزلنا وقل وقلنا ان قبول الظن في المخبر عن الله ممتنع وهو مورد نقاش ولكن تنزلنا وقبلنا وتنزلنا وقبلنا أن هناك ملازمة أن المولى عندما اشترط القطع في المخبر عنه لا بد أنه يشترط القطع في المخبر عن هذا المخبر في المخبر عن الرسول في السند وأن هناك هذا كذا تلازم وهكذا دلالة هذا إنما يأتي إذا كنا نريد أن نؤسس الشريعة الآن من خلال هذه الوسائط نريد أن نكتب الشريعة أن ندون الشريعة من جديد هنا نقول لا لا نقبل ذلك لأن المولى إنما أراد لنا القطع واليقين من خلال هذه المقدمات ولكن الواقع ليس كذلك الشريعة موجودة كانت معلومة ومدونة اليوم أكملت لكم دينكم وهي موجوده عند اهلها ومثبته حلال محمد حلال الى يوم القيامه وحرامه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وحرامه حرام الى يوم القيامه غايه الامر بسبب الظروف الضاغطه صار هناك مشاكل في الاثبات فالمولى سبحانه وتعالى قال بسبب هذه الظروف الضاغطه القاهره الخارجيه اكتفوا بنوع من الظنون بمستوى من الظنون بدرجه من الظنون هذا لا مانع منه مع ان عدم الجواز قياسا على الاخبار عن الله تعالى بعد تسليمه لو فرضنا انه قبلنا أن أن الإخبار عن الله لابد أن يكون يقينيا، وأردنا أن نقيس وأن ننتقل من خلال المشابهة ومن خلال العلة المستنبطة. إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد. الآن نريد أن نكتب القرآن نستجير بالله، كأنه القرآن غير ثابت أعوذ بالله. والان نريد نكتبه بخبر الواحد هذا ما لا يمكن ان يقبل بسبب هذه المقايسه وبسبب هذه النظره وبسبب هذه الرؤيه بل هو اعز من ذلك واكرم من ذلك واجل من ذلك ونحن لا نقبل ما يقال من ان فلانا جلس في باب المسجد يدون الايات القرانيه القران هو دستور الله سبحانه وتعالى لخاتم النبوات وهو المعجزه الخالده فلا يدونوا بهكذا أخبار أخبار واحدة هذا غير معقول وأن هذا لا ينسجم مع ما تقدم من مقدمات ولكننا لا, لا نقول ذلك نقول أن الدين ثابت والقرآن ثابت والشريعة ثابتة والعقيدة ثابتة غاية الأمر جور الجائرين وظلم الظلمة بعدنا وطول المسافة بيننا وبين الأحكام الشرعية فاحتجنا إلى خبر الواحد لي الوصول اليها لا مثل ما نحن فيه مما ثبت اصل الدين وجميع فروعه بالادله القطعيه عند اهلها لكن عرض اختفاؤها من جهه العوارض واخفاء الظالمين للحق وبالتالي هذا الاخفاء العمدي لهذا الامر الموجود الثابت سوغ لنا ان نصل اليه بالدرجة الثانية، الدرجة الأولى منعت عنا وهي اليقين، فرضينا بالدرجة الثانية مضطرين مجبرين ولو كان اليقين بأيدينا لما احتجنا إلى أخبار الآخر. هذا الفرض الثاني حتى لو قبلنا القياس، سلمنا في أنه ممتنع في المخبر عن الله وقبلنا القياس والعلة المستنبطة والشبه بينها وبين الإخبار عن هذا المخبر وأنه غير مناسب في نفسه وغير معقول في نفسه هذا إذا أردنا أن نؤسس شريعة أما الشريعة الموجودة فقط نريد أن نصل إليها والطريق القطعي منعه الظالمون فنصل إليها من خلال أخبار آحد وهذا لا مانع منه وأما دليله الثاني فقد أجيب عنه هذا إن شاء الله بقاء العمر والتوفيق يأتي في الدروس اللاحقة والحمد لله رب العالمين Allah, 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 yeah.